الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دي الحلقة الثانية المتعلقة بهذه السلسلة المتعة، مسألة الاستعداد لرمضان وكيفية تأهيل النفس لدخول رمضان. في البداية قبل أن ندخل في صلب الموضوع، أحب أن أنا أرحب بفضيلة الشيخ الأخ الحبيب العزيز والشيخ الفاضل فضيلة الدكتور الغريب رمضان. ازيك يا دكتور غريب؟ أهلا بك. أمور حضرتك إيه؟ أهلا بك. كيف حال حضرتك؟ أكرمك الله. حضرتك منور. بارك الله فيك. الله يكرمك. الحمد لله بفضل الله. تكلمنا معاكم في الدرس الماضي حوالين فرصة رمضان، وأن رمضان فرصة من أعظم الفرص، وتكلمنا كمان ان رمضان ده هو فرصة ممكن يوصل العبد لأعلى الدرجات في الجنة، وإما والعياذ بالله اللي من ضيع وفرط يوصل العبد لأسوأ الدرجات في جهنم والعياذ بالله. ممكن بسبب تضييع رمضان ممكن العبد يحرم من فرص كثيرة جدا جدا جدا، من أعظمها مسألة المغفرة اللي ممكن ربنا عز وجل يعطيها للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوات خمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها مجتنبة الكبائر. فربنا عز وجل جعل رمضان فرصة ان ربنا عز وجل يكفر عن العبد كل المعاصي وكل الذنوب التي وقع فيها. رمضان فرصة ان العبد يعتق من النار، ولكن للأسف مع كل الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للناس في رمضان، بعض الناس والعياذ بالله بتكسل عن الطاعة في رمضان، وبتقع والعياذ بالله في كثير من المعاصي والكبائر والموبقات في رمضان. عايزين النهاردة نطرح قضية هي من أخطر القضايا، وهي السبب الأساسي أو من الأسباب المهمة جدا اللي بتخلي كتير من الناس بتخسر رمضان، وهي ذنوب ما قبل رمضان. ذنوب ما قبل رمضان بتوصل للأسف في النهاية إلى أن رمضان يضيع من كتير من الناس، لأن احنا على يقين أن الذنوب دي عبارة عن سلاسل وقيود، إذا وقع العبد فيها كانت النتيجة أنه يقيد ويسلسل فيحرم من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولله در الإمام مالك بن دينار رحمة الله عليه حين قال: إن لله عز وجل عقوبات على هذه الذنوب، فتعاهدوهن في قلوبكم وأبدانكم وأرزاقكم وفي ضنك المعيشة ووهن البدن عن العبادة. فوهن البدن عن العبادة كان سبب الأساسي وقوع العبد في المعصية، فكانت العقوبة أنه يحرم من الطاعة في نهار رمضان أو في ليل رمضان. حوالين المعنى ده هنعيش النهاردة خطر الذنوب على الإنسان سواء في رمضان وما بعد رمضان، علشان نروح بعد كده المرحلة جديدة من مرحلة السلسلة. إذا كان ده خطر الذنوب نتوب إزاي؟ هندور في هذا الفلك مع فضيلة الشيخ الغريب رمضان، ربنا رب يحفظه ويبارك فيه. دكتور غريب، خطر الذنوب على الإنسان. بص يا شيخ أحمد، هنتصور لو أن الإنسان انفتحت له عين يبصر بها كم الخسارة اللي خسرها في حياته بسبب الذنوب، لجاله سكتة قلبية. استير يا رب، استير يا رب. ده حاجة كده بلا تردد، أنا بقول وأنا موقن يقين جازم. ويتبين ده من التفصيل البسيط جدا اللي هقوله لحضرتك والإخواننا والأخواتنا طبعا. فبقول الإنسان ممكن يجتهد في العبادة ويجتهد في الطاعة زي ما بيحصل كل سنة في رمضان، الناس بتصوم رمضان وقيام وتراويح وتهجد واعتكاف، فما شاء الله علي علي إيمانيا جدا جدا، فبدأ دلوقتي يتأهل لفتح رباني. الفتح الرباني ده ممكن يبقى مثلا عبادة، ممكن يبقى علم، ممكن يبقى دعوة، ممكن يبقى رزق مادي، فيجي يرتكب ذنب دون أن يشعر. أول عقوبة الحرمان من فتح تأهل له. سبحان الله، مش حاسس بأي حاجة ولا مستوعب ولا داري بأي حاجة، وده يجيب له حتة اغترار باللي حصل. انه أذنب ذنب هو ما فيش أي حاجة تغيرت، لا ده حبيبي ده حصلت كارثة بس انت اللي مش واخد بالك. حصلت حاجة، ودي بتبقى من العقوبة يا دكتور غريب. ده دي من العقوبة انه لا يشعر بألم المرض او لا يشعر انه مريض. ده دي قدام شوية يا شيخ. دي قدام شوية، انما اللي هي بدري بدري خالص انه يحرم من شيء ما حسوش لانه مش موجود اصلا. يعني مش شيء الانسان باشره ثم فقده، لا ده دي حاجة اصلا لسه ما حصلهاش تأهل لها فيحرم.
يحرم بسبب هذا. وكم من إنسان يعني على سبيل المثال شباب مثلا جم اعتكفوا مع الشيخ أحمد جلال، فهو عجبهم فلان وفلان دول دي عيال حلوة يجي منها، فبدأ يفكر لا الناس دي أنا لازم أتواصل معها بعد رمضان واهتم بيها وكلام من ده. وبعدين خلص رمضان بعد العيد كده لا القصة دي فيه ناس أولى. إيه الصرف ده؟ ما جاش كده، سبحان الله ما جاش كده، مع إن التواصل معهم كان ممكن يعني يرفعهم للقمة بفضل الله تبارك وتعالى. أقل اهتمام زي ما احنا شايفين، أقل اهتمام بالشباب بيفرق معهم فارق، لا سيما لما يكون اهتمام فردي اهتمام خاص كده. فده بسبب زلة، بسبب معصية. يجي بعد كده ما يفوقش ويستوعب يبدأ يحرم حرمان اللي هو فقد لذة العبادة. سبحان الله. بعد ما كان بيمسك المصحف ويستمتع به خلاص المسألة دي بدأت تروح. بعد ما كان متعته وبهجة حياته قيام الليل ما ينامش لأنه مستمتع بالقيام، ما عادش الكلام ده. المتعة والسعادة اللي بيحسها مع الصيام عاد بيصوم. يعني كان قبل كده ممكن مع الصيام يبكي لوحده كده من شدة الرقة والنقاء والشفافية والقرب من الله تبارك وتعالى. بدأ يفقد هذا، بدأ يفقد هذا. ليه؟ إيه اللي سر التغير في القلوب؟ سر التغير إن الحواس والجوارح تغيرت، كما قال عبد الله بن أبي جمرة وغيره الكثير من السلف الصالح: القلب للأعضاء كالملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وده اللي دفع الإمام ذنون المصري رحمة الله عليه إن يقول كلمة والله اللي يتدبر بس في معناها كده دكتور أيوب يتعب جدا. يعني كان بيتكلم دايما ليه كتير من الناس لا تشعر بطعم العبادة. احنا هنسقط على واقعنا، ليه في كتير من الأوقات أنا بصلي في رمضان أو بقرأ قرآن في رمضان أو بذكر ربنا في رمضان أو الإمام بيقنط في دعاء الوتر وأنا لا أتأثر، مع إن اللي على يميني واللي على شمالي في قمة البكاء متأثرين جدا. ليه دايما الشاب النهاردة يقول أنا مش حاسس بطعم العبادة أو حاسس بتقل في العبادة؟ فذنون المصري حط إيده على موطن الداء فيقول رحمة الله عليه: سقم الأبدان في الأوجاع وسقم القلوب في الذنوب، وكما أن المريض لا يجد لذة الطعام والشراب فكذلك العاصي لا يجد لذة العبادة. ما بيحسش، لا يمكن، لا يستشعر معناها أبدا. وكان بشر بن الحارث رحمة الله عليه الملقب ببشر الحافي كان يقول في خطورة أن الإنسان يرتكب معصية فتكون النتيجة أن الانفجار بتاع المعصية لما ينفجر ينفجر في حلاوة الطاعة فهو مش قادر يدوقها، فكان يقول: والله لا تذوق حلاوة الطاعة حتى تجعل بينك وبين شهواتك جدار من حديد. وابن المبارك رحمة الله عليه لما سألوه متى يجد العبد حلاوة الطاعة قال: إذا فرق الذنوب. هنا هيجد الإنسان حلاوة الطاعة. لازم نقول لكل إخواننا وأخواتنا ونقصر لهم الآن، اللي عايز يدوق حلاوة الطاعة في رمضان لازم يسيب الذنوب دلوقتي، اللي عايز يدوق حلاوة القيام ولذة المناجاة ولذة الأنس العبادات القلبية اللي احنا سمعنا عنها في الكتب وكتير من الناس ما دقوهاش، فسبحان الله اللي عايز يدوقها يسمع ابن القيم وهو بيتكلم على الأنس بالله، على لذة مناجاة الله عز وجل، على لذة الافتقار لله. هو لا يجد لها مطعم، لا يجد لها طعم. ليه؟ لأنه للأسف أذنب، فكانت النتيجة أنه مش قادر يحس بالطعم. عايز يحس بالطعم هو لازم يقول من النهاردة أنا لازم أتوب من دلوقت استعدادا لرمضان واستعدادا لما بعد رمضان واستعدادا للموت واستعدادا للقاء الله. أنا أترك الذنوب من الوقت عشان أجد حلاوتها، فلن أجد الحلاوة إلا بالترك. المشكلة كمان يا شيخ إن, إن, إن الإنسان بسبب الذنوب والمعاصي أصلا ما بيحسش بالموعظة. سبحان الله. ما بيستوعبش الموعظة. الإنسان بيقعد مثلا لما يرتكب الذنب بيبتعد عن طريق الله تبارك وتعالى، بس لازالت هناك جاذبية بتجذبه لطريق ربنا، فيرتكب الذنب فيبعد أكتر، يرتكب الذنب فيبعد أكتر، حتى لا يزال يرتكب الذنب والعياذ بالله حتى يتحرر من الجاذبية. تعرف زي الصاروخ اللي طالع بسفينة الفضاء ده، يقعد بقى إيه دفعة قوية جدا لغاية ما يتحرم الجاذبية، بعد كده مفيش بقى خلاص، مفيش سيطرة عليه من الجاذبية. فلما يترك الجاذبية التي تربطه بطريق الله عز وجل خلاص. هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه في الحديث، حديث: تعرض الفتن على القلوب، يا رب سلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شوف التتابع والكثرة.
يعني مسألة فقد الجاذبية دي ما بتجيش كده بين يوم وليلة، لا، تتابع وكثرة ودهور. تدرج. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وقع في الذنب، وقع في المعصية صغيرة كبيرة، نكتت فيه نكتة سوداء. النور اللي في القلب بينطفي ويستبدل بسواد وظلم وقتامة. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هي دي يا شيخ أحمد، هي دي اللي أنا بقولها فقد الجاذبية. الله. لأن خلاص ما عادش ينفع ما قال الله قال رسول الله. وبدأت بنقطة، بدأت بذنب معصية، ولا زال يتدرج هذا الذنب حتى والعياذ بالله انسلخ تماما، انسلخ. فقد الجاذبية لطريق ربنا سبحانه وتعالى. الآية ما عادش تأثر فيه، القرآن خلاص دور على سكة تانية عشان تكلمه فيها، تدخله من خلالها لدين ربنا سبحانه وتعالى. يفقد الجاذبية بطريق ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز أكرر الكلمة، يقول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. صار هواه له قائدا، مفيش حاجة بتبين له الصح والغلط إلا ما يريد وما لا يريد. يبقى نختم حلقة النهاردة بالحديث الجميل ده، إن حضرتك عايز توصل لنا احذروا من الذنوب والمعاصي، لأن هي بتبدأ نقطة سودة صغيرة في القلب، وبعد كده مع تكرارها بتزداد هذه السحابة السوداء على القلب حتى تغطي القلب، وقبل أن تغطي القلب تفرغ ما فيه من خير كالكوز مجخية، فكل ما فيه من خير خلاص سقط، انسكب. فإذا انسكب ما فيه من خير وسقط ما فيه من خير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. دكتور غريب، الوقت للأسف انتهى مننا، ولكن عايزين نأكد لكل أحبابنا الكرام وإخواننا وأخواتنا، احذروا الذنوب وابدأوا الآن من دلوقت حالا توبة ليه، علشان إن شاء الله ننطلق التقيد في رمضان اللي بيصاب به كثير من الناس، فلا يستطيعون ان هم يعبدوا الله عز وجل. اعلموا ان ده ذنب، ان ده ذنب. في ناس انطلقت في رمضان، خدت يومين ووقفت، 3 ايام ووقفت، 4 ايام ووقفت، 6 ايام ووقفت، كل ده بسبب تأييد الذنب. كل على حسب ذنبه، واللي عايز فعلا انطلاقه قويه، انطلاقه قويه في الطاعه في رمضان، يبقى لابد ان هو يترك الذنب الان. ما تنسوش ان الحسن لما سألوا أحد الناس إنني أريد أن أقوم لليل فأعد طهوري، أعد الماء وأعد حالي للقيام، فلا أستطيع، فقال استغفر الله وتب إليه فإنها علامة سوء، وأعلم أنك قد قيدتك ذنوبك. أكتر حاجة بتأيد الناس عن طاعة ربنا عز وجل في رمضان هي الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. تابعونا إن شاء الله الحلقة القادمة، هنتكلم برضو فيها عن أثر الذنوب على الإنسان في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التوبة والرجوع إليه وترك المعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم المحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طابت لياليكم في شهر الخير والغفران، رمضان رمضان.